بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم حتكون على اللي هو الـ examination والتست، special examination والتست، يعني الأشياء الخاصة اللي أو الفحوصات والعينات اللي بناخذها من المريض. خلينا نشوف. diagnostic examination ايش يعني؟ ايه حنعرف ايش الفرق بين examination وبين التست. الدايجنوستيك اكزاميناشن اللي هي ايش؟ اللي هي البروسيجر ذات انفولف فيزيكال انسبكشن اوف بادي ستراكشر اند ايفيدنس اوف ذير فانكشن. يعني اللي الدايجنوستيك يعني تشخيصيه، الفحوصات التشخيصيه هي عباره عن اجراءات احنا بناخذها علشان نفحص جزء الانسان، بتحتاج منا ان نشتغل بجهاز، يعني ان نشوف بعيننا عن طريق جهاز. حنتعرف عليهم ايش هم الاشياء هاي. يعني كيف؟ يعني انا بعمل فحص للمريض، علشان انا اعمل فحص للمريض بحتاج اداة علشان انا افحص المريض فيها اني اشوف بعيني، هذا examination. اما التست حنحكي عنه انه هو التست، هو انه انا افحص اللي هو أنسجة البني آدم، سواء كانت دم أو سوائل فلويد، أو كانت أنسجة من جسم الإنسان، نسيج يعني صلب ناتج عن ورم ولا إشي، هذه اسمها تيست. يعني الإكزامينيشن إني أنا أشوف أفحص جزء الإنسان أو أفحص الإنسان عن طريق إني أنا أستخدم أداة وأشوف بعيني. أما التيست فهو إني أنا أفحص الأشياء اللي بتطلع من جسم الإنسان في المختبر. تمام؟ إذا فهمنا diagnostic examination procedure that involve physical inspection of body structure and evidence of their function. إذا هي عبارة عن، كمان مرة بدي أعيد لكم إياها، diagnostic examination هي اللي هو الفحوصات التشخيصية، diagnosis تشخيص و examination فحص، عبارة عن procedure أداة إجراء that involve فيحتوي على physical inspection رؤية فيزيائية of body structure لأجزاء الجسم and evidence of their function، وبتعطيني حقائق عن وظيفة هذا الجسم. It is facilitated by the use of technical equipment and technique such as the following. يعني بتنعمل هذا الاشي، بنعمل او بي 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 بتحسن او بتسوى بطريق استخدام ادوات واجراءات. زي خلينا نشوفه، زي الراديوغراف. الراديوغراف اللي هي الاكس راي العادية، الاشعة، صور الاشعة العادية، الاندسكوب، المناظير. يعني الراديو نيوكلير ايمج هذه عبارة عن زي السي تي اللي بنستخدم فيها راديو اكتف كيميكال، اللي بنستخدم فيها مواد كيماوية زي الايودين او هذا جزء منها. الاشعة اللي بنستخدم فيها مواد اسمها زي الايودين علشان تعكس لي الأشعة، الالترا ساوند اللي هو التلفزيون، واللي بنستخدم طبعا هو عبارة عن هاي فريكوانسي ساوند ويف، والالكترو الكتروغرافيك ريكوردين اللي زي اي سي جي، اللي هو الاي سي جي اللي هو رسمة القلب. حنحكي عن هاي البروسيجرز واحدة واحدة بالاجزاء الثانية من المحاضرة. وقلنا اللابوراتوري تيست، التيست هي عبارة عن لابوراتوري مختبر في المختبرات بنعملها، هي عبارة عن اجراءات بتحتوي ذات انفولف ذا اكزامينيشن اوف بودي فلويد اور سبيسمن. يعني يا اما بفحص السوائل تحت الجسم او باخذ عينات من الجسم. تمام؟ طيب نيجي لبعض المصطلحات اللي ممكن تساعدنا في فهم الاشياء. جرافي هذه يا جماعة كلمة suffix، يعني اللي هو حنتعلمها في الميديكال ترمينولوجي انه هو بنقسم لثلاث اقسام. الجرافي يعني to record، انجيوغرافي اللي هو الفحص بنعمله للأوردة، للأوعية الدموية، للأوعية الدموية للبلد فيزلز كلها. إيمج الجرام اللي هو الأنجيوغرام، الأن إيمج. طيب الإيمج يعني إيش؟ اللي هو اللي بيطلع من الرسمة هو بنسميه جرام، يعني التخطيط اللي بيطلع من الرسمة بنسميه جرام. تمام؟
السكوب يعني منظار، زي السيجمويد سكوب اللي هو المنظار تاع اللور انتستن. السكوب اللي هو أداة بنستخدم فيها، زي السيجمويد سكوب يعني الجهاز اللي بنستخدم فيه عشان نشوف اللي هو السمول انتستن اللي هي الأمعاء، اللور انتستن اللي هو الأمعاء، الجزء الأسفل من الأمعاء. سنتيسز، كلمة سنتيسز معناها إنه أنا أعمل بنكتشر، يعني إنه أنا زي مثلا أحط إبرة في الجسم عشان أسحب سوائل. ثوروسنتيسز يعني أنا بأسحب سائل من الصدر، من الشست. المتري والميتر اللي هو المتري متر يعني تو ميجرمنت، زي بالفيمتري، ان بالفيمتري اني انا اعمل اللي هو فحص ل اللي هو الحوض، القياسات طبعا للحوض. اما الميتر فهو الجهاز يعني الانسترومنت تو اوبتين ميجرمنت. جلوكوميتر اللي هو الجهاز اللي انا بفحص فيه السكر، اسمه جلوكوميتر. تمام. طيب هالحين مهم جدا ننتبه لهاي النقطة، الجنرال نيرسينج ريسبونسبيلتي، ايش مسؤوليتنا احنا لكل الفحوصات، لكل الفحوصات نفس الشيء. في عنا مسؤولية للفحوصات اللي بدها تنعمل، مثلا دكتور بطلب فحص من عنا، الفحص للمريض. هلا الفحص المريض والدكتور بيعمل اوردر، تنظيمه وترتيبه، تجهيز المريض واخذ المريض على الفحص وترويحة المريض من الفحص، والفحص اذا بده عينة يتودع المختبر او ايش بده، تجهيز المريض، وهذا كله احنا اللي بنسويه. طب بنشوف احنا ايش بدنا نساوي. اذا في عندنا مسؤولية على الفحوصات، للفحوصات للمريض قبل الفحص بفور، وخلال الفحص، وبعد الفحص. خلينا نشوفهم واحدة واحدة. بري بروسيجرال كير، قبل الفحص ايش لازم احنا نعمل للمريض. قبل الفحص الكلاينت اجري تو بروسيجر، يعني لازم المريض يوافق على البروسيجر اللي بده ينعمل له، على الاجراء اللي بده يسواله له. فالنيرس ديترماين whether the client understand its purpose and the activities involved، يعني وظيفة التمريض انه يفهم المريض الهدف من الفحص، وايش الفحص كيف بده ينعمل، يعني الاكتيفيتيز الانفولف يعني ايش بده ينعمل من اول للاخر عشان المريض يكون فاهم هو ايش بده ينعمل له. Once he or she obtained the client consent، هاي client consent يعني موافقة المريض على اجراء الفحص. هالحين في فحوصات عنا لازم المريض يمضي انه موافق على اجراء الفحص، وعشان يمضي المريض لازم احنا نشرح له ايش اهداف الفحص، وايش اللي هو النشاطات اللي بده، ايش بده ينعمل في الفحص. بعدين بعد ما اخذنا الكونسنت فورم، طبعا يعني اذا فهمنا انه المريض فهمناه، عملنا له بشرح واخذنا الكونسنت فورم اللي هو مضى المريض، وبعدين الناس بريبير للكلاينت، بتحضر المريض، وبعدين بنحضر الادوات، الاوبتين اكويبمنت والسبلايز والاشياء اللي لها علاقه بالادوات، وبعدين بنحضر المكان، الاريا تاعت الاكزامينيشن. حنعملهم واحده واحده، خلينا نشوف. طيب اول اشي الاكسبلانيشن، كلاريفاينج اكسبلانيشن، يعني توضيح وتفهيم المريض على البروسيجر، عن طريق انه بنخلي المريض يمضي الكونسنت فورم. وفي الكونسنت فورم يا جماعة، علشان يمضي المريض احنا بنكون مفهمينه على كل حاجة بما يتعلق باللي هو الفحص اللي بده يعمله. ومش كل الفحوصات بتحتاج منه كونسنت فورم، يعني انه المريض يمضي على موافقة على الفحص. بعدين بنعطي المريض طبعا اكسبلانيشن عشان يمضي، اللي هو sufficient information يعني معلومات مهمة عن الفحص. نيجي للنقطة الثانية، تحضير المريض، preparing a client. كيف بدي أحضر المريض أنا؟ such as withholding food، زي إنه نوقف الأكل، and fluid يعني نخلي المريض يصوم. في بعض الفحوصات بنخلي المريض يصوم قبل 6 ساعات أو 10 ساعات زي هيك حسب، وفي بعض بس إنه يصوم عن الأكل ما يصومش عن الفلويد حسب الفحص. وmodifying diet او modifying diet او نعطيه modifying حسب اللي هو فحص ايش مطلوب. تمام.
حسب البروتوكول، الريتن بروتوكول للفحص. فاذا اول وظيفه اول شيء في بريبير للبيشن انه بدنا نهتم للاكل والشرب، نوقفه او نخففه. بعدين النيرس ماست اندرستاند ذا كلاينت ريسبونسبيلتيز اند انستراكت هيم تو او هير تو اكوردنجلي. يعني ايش؟ يعني ايش مهم، ايش وظيفه المريض؟ مثلا وظيفه يعني ايش مسؤوليه المريض تجاه الفحص؟ كمان مسؤوليه المريض انه يلتزم بالاكل، انه يلتزم بالدواء، انه يلتزم بانه مثلا اذا في اجراء قبل ونقول له يعمله لحاله انه يلتزم انه يعمله، وانه يلتزم انه فاهم الاجراء اللي بده يعمله، فبالتالي ماضي وهو فاهم. هاي كمان مسؤوليه المريض. تمام. طيب بغض النظر، بقول لك regardless، يعني بغض النظر of the type of examination or test، عن اي عن نوع الفحص او الفحص يعني الفحصات، النيرس هيلب ذا كلاينت تو تشينج انتو ان اكزامينيشن جاون. يعني بنخلي بنساعد المريض انه يغير ملابسه، يلبس اللي هو اللبس تاع الفحص. وبعدين apply an identification bracelet، البريسلت اللي هو السوارة تاعت التعريفية تاعت المريض، يعني عليها اسمه وين نايم بالقسم وايش الدياجنوزيس تبعه، ايش التشخيص تبعه. يعني take vital signs، ناخذ ملاحظات الحياة، and suggest that the client empty bladder، خليه يفضي بول. النيرس continue to monitor condition of waiting client who can experience adverse effect from fatigue او delay food consumption او medical symptom. يعني من وظيفة النيرس انها ظلها تراقب المريض اللي بيستنى دوره للفحص. مثلا المريض صايم وبده يروح يعمل فحص سيتي، وطول الفحص بدل ما هو 8 صار 12، من 8 ل 12 وظيفتي انا اني الاحظ المريض، خاصة المرضى اللي ممكن يتعبوا بسرعة او يصير عندهم مضاعفات adverse effect، يعني يصير عندهم مضاعفات من التعب، بصير عندهم مضاعفات من قلة الاكل اذا تأخر عليهم الاكل، خاصة مرضى السكر مثلا والناس الكبار بالسن او الاطفال، او يصير عندهم مضاعفات medical symptoms، او خشوا مثلا في غيبوبة، او المرضى يعني اللي صعب انهم يتحملوا الانتظار. تمام. طيب ثالث اشي بنعمل، بنحضر ادواتنا، obtain equipment and supply، ادواتنا والاشياء اللي لازمة للفحوصات. في بعض الادوات بقول لك some items يعني that nurse may need are in a packed kits، يعني في بعض الادوات اللي بتكون موجوده مغلفه في صينيه، بنسميها الصينيه، صينيه الغيار مثلا، او صينيه ثانيه اللامبر بانكشر كيت، اللي هو اللامبر بانكشر اللي هو اللي هي الابره اللي بتنحط في الظهر علشان ناخذ عينه من اللي هو السباينال فلويد، فهي هذه لها صينية خاصة. ففي بعض الفحوصات لها صواني خاصة مبكتة وجاهزة، يعني فيها كل الانسترومنت تبعها، بالإضافة بقول لك بالإضافة للباكيت تبعها، يعني الصينية اللي جاهزة، بنكون إيش محتاجين إذا بدنا مثلا أدوات زيادة زي الجلافز مثلا، أو الكلين جلافز اللي هي يعني الكوانتيات، أو الجوجلز اللي هي النظارات اللي بتحمي تحت الزل البلاستيك، هاي اللي بتنحط على العين علشان تحمي إذا في سوائل من الجسم ترشقت علينا، أو ماسك اللي هو الكمامة، أو جاون حتى للدكتور يلبس جاون، required to prevent direct contact، عشان هذه الأشياء ما يصير شيء عندنا اتصال بدم المريض أو بالبادي سكريشن، يعني أو بإفرازات جسمه اللي بدها تطلع مع الفحوصات، لأنه هاي الفحوصات بتطلع دم، بتطلع سائل، بتطلع أي شيء، فبتل بدل ما إحنا نتوسخ ونتبادل بنلبس هاي الأشياء إجراءات عشان نمنع انتقال الالتهاب أو الانفكشن من المريض إلنا. طيب رابع إشي في البريبريشن، إحنا لسه بنعمل البريبريشن جماعة للمريض للفحص قبل الفحص، بنعمل arranging للexamination area،
بيحضر المنطقة اللي احنا بدنا نعمل فيها الفحص، او الدكتور بده يعمل فيها الفحص. النيرس بنشيل بريموف unnecessary article from area and provide privacy، كل الاشياء اللي ملهاش لازمة او اللي ممكن تعيقنا في الفحص بنرفعها وبنوسع المكان وبنسكر على المريض بالستاير علشان البرايفسي، يعني علشان خصوصية. بعدين الاند ريسبتكل از نيري nearby for disposal of solid item. الريسبتكل اللي هي يعني السلة اللي بنحط فيها الأشياء الوسخة الطبية، يعني زي الشرشف إذا توسخ معانا، الأشياء اللي زي هاي، أو الجوز، أو الأشياء اللي بدها تودع المحرقة مش تتكب في الزبالة العادية، فبنحطها جنبنا بنحضرها. يعني النيرس أرينج إكويبمنت، بنظبط الأدوات والسبلايز الأشياء اللي محتاجينها to for easy access by examiner، يعني بنحضرها بحيث انه لما يجي الدكتور يعمل الفحص تكون سهلة، وسهل انه يعني بنرتبها بحيث انه سهل ياخذها. استرايل ايتم ريمين، اذا كانت الاشياء استرايل يعني مطلوب منها استرايل يعني معقمة، مفروض تضلها مسكرة رابد، يعني رابد يعني متنية او مغطيه. اذا فتحتها انا لازم اغطيها، واغطيها بسترال تول يعني بغطاء معقم زيها، تمام، لعند ما يجي الاكزامينر ويجي يبدا الدكتور يكون فاضي ويجي يعملها. فانا عاده ما بحضرش قبل بدري كثير، لا بنحضر الادوات يعني قبل ما يجي بدقائق عشان ما تتوسخش الادوات، ما تتعرضش للهواء. وبتشيك كمان بشك النيرس تشيك الانسترومنت اللي بتحتاج لإلكتريكال باور، يعني في بعض الادوات بتحتاج لطاقه وبتحتاج تنشحن بطاريات او كذا، لللايت للاضواء للإشي، فبنروح احنا مشيكين عليها. طيب اثناء البروسيجر خلصنا قبل التحضيرات، قبل بدنا نحضر المريض اثناء البروسيجر. طيب during examination او test خلال الفحص، النيرس بوزيشن اند دراب كلاينت، احنا وظيفتنا ان نحط المريض في البوزيشن الصح ونغطيه، وبروفايد الاكزامينر والتكنيكال اسيستنت، يعني انا بكون واقف جنب الاكزامينر وبأناوله الاغراض. تكنيكال اسيستنت اللي هو يعني انا بساعده في مناولة الاغراض، او باخذ منه العينة اللي بدي اطلعها وبحطها في التيوب تبعها، وبنعمل سبورت للكلاينت فيزيكال اند ايموشنالي، كمان انا بدعم المريض من ناحية نفسية ايموشنالي ومن ناحية فيزيائية، يعني بكون واقفة سبورت بدعم المريض. خلينا نشوف خلال الفحص بنعمل بوزيشن اند دراب، يعني انه انا بحط المريض في البوزيشنات اللي حكينا عنهم في المحاضره اللي فاتت، وبنعمل اسيستنت للاكزامينر وقلناهم، بس هذه اعاده. يعني هاي البوزيشنز حكينا على الدرس الريكامبانت واللايثاتومي والسيمز، في هنا النيشس بوزيشن، هيو بيكون المريض على بطنه وركبه في صدره، يعني قاعد زي مجنبز بس بالعكس، يعني هذا البوزيشن بيتيح لنا فحص الشرج والبروستات. ونفس البوزيشن هنا اللي هو موديفايد ستاندينج بوزيشن اسمه، يعني مش واقف، لا نص واقف، هذه لفحوصات الشرج وفحوصات البروستات بتلزمنا، تمام. نعمل قلنا بروفايد للفيزيكال اند ايموشنال سبورت للمريض بعد العمليه او اثناء العمليه، خاصه لما تكون العمليه بتعرض المريض الاسترس والتعب، والمريض بكون او بتألم فيه المريض، احنا دورنا ان نعمل له سبورت. طيب اذا خلصنا قبل الاجراءات اللي قبل والاجراءات اللي اثناء اللي يعني دورنا احنا اثناء العمليه او اثناء الفحوصات، نيجي لدورنا بعد الفحص بوست بروسيجرال كير، ايش العنايه اللي بتعطيها للمريض بعد الفحص. الحين كثير مهم جدا عندنا انه بعد الفحص، بعد الفحص انه ايش نعمل، نتاكد انه المريض كومفورت اند سيفتي، يعني انه المريض مرتاح وامان. امن ليش؟ لانه في بعض الفحوصات مثلا بيكون في وراها نزيف بيصير، او في وراها المريض بتالم، فبالتالي احنا دورنا انه نمنع النزيف وانه نمنع الالم عند المريض، ونساعد المريض انه يتريح ونحطه في بوزيشن وفي سيتويشن مريح.
منيجي نهتم بالعينه اللي طلعناها كير اوف سبيسمن فور سبيسمن. العينه اللي طلعت احنا دورنا ان نوديها على المختبر، نوديها على المختبر بطريقه امنه علشان ما يصيرش في عندنا مشاكل وما تكونش مش مناسبه ونرجع نضطر ان نعمل المريض لعينه ثانيه او حتى انه نشوف نتائج الفحص كمان مره. وبعدين تسجيل ريكورد اند ريبورت بريتينن داتا، ايش بيطلع معي نتائج بدنا نسجلها. تمام، خلينا نشوف attending to the client كيف نحضر نجيب المريض، يعني نجيب المريض nurse help the client to position of comfort، بنحطه بعد العملية بدنا نحطه في اللي هو position، يعني نحطه في وضعية مريحة له علشان قلنا نمنع النزيف ونمنع الألم. بعدين هي اور شي ريد تشيك فايتال ساينز، بنحط بنعمل فحص للفايتال ساين، كمان ايش بنعمل اللي هو فيرفاي ذات ذا كلاينت كونديشن از ستيبل، بنتاكد انه وضع المريض مستقر. بعدين كلين اني سبستانس فروم كلاينت ذات كوز سويلين، يعني اذا المريض في عنده مثلا اذا 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 سحبنا عينه منه وكان فيها وسخ، طلع عنا وسخ وهيك، فكل الوساخ هذا بنشيلها وبنمسح المريض وبنلبسه اشي، بنغير له ملابسه اذا توسخت وبنلبسه اشي نظيف ودافي علشان المريض يتريح. اي اشي فيه وسخ بنشيله. هي اور شي اوفر هوسبيتالايز كلاينت كلين جاون، بنلبسه او دايركت انه يلبس اواعيه، بنرتب اواعيه. يعني اذا ونعمل انستركشن للمريض على الفول اب. ايش يعني انستركشن؟ يعني بنعطيه تعليمات كيف يعمل فول اب، كيف يتابع اللي هو نتائج البروسيجر. مثلا ممكن المريض يجي يعمل عند البروسيجر ويروح، نقول له مثلا ترجع بعد اسبوع او بعد اسبوعين او بكره او كذا للنتيجه. في بعض البروسيجر بتحتاج عنايه في الدار، ايش تعمل عنايه كذا، فهذا دورنا انه احنا نعمل فولو اب. اذا فهمتوا انه بنحضر المريض بالبوزيشن كويس، بنغير له الملابس الوسخه بنلبسه ملابس جديده، بنعمل له الفايتال ساين، نتاكد انه هو ستيبل وضعه مستقر، وبنعطيه اللي هو الفولو اب. تمام، نيجي للكيرينج فور سبيسمن، كيف بدنا نهتم بالعينه اللي طلعناها. العينه اللي طلعناها عينه سواء دم او هاي سامبل اوف تشو او بادي فلويد، سواء عينة من الأنسجة نسيج الجسم لتروح على الهستولوجي، الهستولوجي اللي هو يعني فحص النسيج، أو للمختبر نودي دم أو نودي سوائل من الجسم للمختبرات. طيب هذه بدها نعملها كوليكشن في 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 بوتلز معينة، إلها كل واحدة إلها اللي هو إلها أنبوبة مختبر معينة. طيب علشان نتأكد إنه هاي ماشي صح والأناليسيس تبعنا الأكيوريت يعني صح التحليل تبعنا، بدنا نتبع الآتي. اطلع أول إشي بدنا نعمل كوليكشن للسبيسمن في الأبروبريت كونتينر، يعني بدنا نجمع ناخد العينة من الدكتور، الدكتور بيطلع العينة وإحنا بدنا نحطها في الإناء تبعها المناسب في أنبوب المختبر المناسب إلها. نيجي بنكتب label the specimen container with correct information، وبنحط عليها طابعة وبنكتب عليها اسم المريض ونوع العينة ورقم المريض كمان. attach the proper laboratory request form، كمان بالإضافة للطابعة اللي على العينة على الأنبوبة العينة، كمان لازم اللي هو في حاجة اسمها request form، طلب المختبر. الطلب هذا بكتب الدكتور وإحنا لازم على ورقة، وهذه الورقة مع التيوب تاع المختبر بروح على المختبر. ensure that the specimen does not decompose before it can be examined، يعني بدنا نتأكد إنه ما خربت العينة قبل الفحص. deliver the specimen to laboratory as soon as possible، وبنودي العينة بأسرع وقت ممكن. خلينا هنا في شغلة، هذه نفس اللي هان نفس هذا اللي هي نفس الكلام اللي هان common factor that invalidate examination or test result، في عنا اللي هو عوامل بت 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 بتخلي العينة تفسد، بتأدي إلى فساد العينة،
خلينا نشوف ايش هن. بأول اشي انكورك دايت بريبريشن، مثلا يكون المريض لازم ياكل ياخذ سكر عالي ومحناش معطينه سكر عالي فبتفسد العينة معانا. فيلر تو ريمين فاستنج، المريض محتاج انه يكون فاستنج صايم يعني، والمريض راح ماكل له شغلة من ورانا او شارب اشي بفسد العينة. انسفيشنت باول كليننج، لو بدي انا اروح اعمل مثلا نعمل منظار منظار للشرج والمريض ما نظف ما خدش اللي هو الانما اللي هي انه ينظف البراز تبعه، فبتلاقي المريض خرب العينة، خرب الفحص كله اصلا. دراج انتر اكشن اللي هو تفاعل الادوية ممكن يخرب العينات والفحوصات، او يصير عند المريض حساسية خاصة لما بدنا نعطيه أدوية، علشان زي ما قلنا الأيودين إذا بتتذكروا أول سلايد قلنا إنه نعطي أيودين عشان نعكس صورة الأشعة، فهاي هاي الأشياء ممكن تعمل أليرجي حساسية فممكن تفسد عندي الفحص ونوقفه، نضطر نوقفه ما نكملوش. إن أديك وتسبس من فوليوم، السبسمن اللي طلعت معانا مش كفايه للفحص. فيلر تو ديليفر سبسمن ان تايملي مانر، مش قلنا لازم نودي الفحص از سون از بوسيبل يعني باسرع وقت؟ هنا اذا ما قدرنا ان نوصله في 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 الوقت المناسب له ممكن تفسد العينه. انكوركت اور ميسنج تيست ريكويزيشن، يعني الطلب بيكون مش مزبوط مش مناسب للعينه فبالتالي بخرب علينا العينه، هاي الاشياء بتفسد علينا العينه. بنيجي للريكوردينج اند ريبورتينج داتا، لازم نسجل، وقلنا لكم قبل هيك نترتين نتن. طيب عشان نسجل ايش بدنا نسجل؟ بدنا نسجل الديت اند تايم، بدنا نسجل التاريخ والوقت، بدنا نسجل التقييم اللي انعمل للمريض قبل الفحص بريتيننت بري اكزامينيشن اسسمنت اند بريبريشن، والتحضيرات اللي انعملت قبل الفحص. بدنا نسجل تايب اوف تيست اور اكزامينيشن، نوع الفحص او الاجراء اللي انعمل. هو بيرفورم ذا تيست، مين اللي عمله، وير ذا تيست اور اكزامينيشن واز بيرفورم، وين انعمل، في الجسم ولا في الاشعه ولا في المختبر ولا في العياده الخارجيه. ريسبونس اوف كلاينت ديورينج ذا اكزامينيشن اند افتر وورد، ايش كانت استجابه المريض خلال الفحص وبعد الفحص. تايب اوف سبيسمن اوبتين، نوع العينه اذا كان انسحب، لانه ممكن يكون بس صوره مش نوع عينة بس بنكتب الصورة. الابيرنس والسايز اور فوليوم اوف سبيسمن، كيف كان شكلها وقديش كميتها او حجمها، والفوليوم تبعها اللي هو الحجم تبعها، والسايز اذا كان لها سايز يعني. Where the specimen was transported، وين راحت السبيسمن. إذن هاي الأشياء اللي إحنا بنسجلها بعد ما نخلص الفحص، ونودي بعد ما نخلص الفحص ونحضر ونرتب المريض ونتطمن عليه ونتأكد إنه كويس، ونودي العينة ونتطمن على كل إشي، بعدين بنيجي بنعمل recording. In addition to written account of the examination، the nurse reports significant information to other nursing team member، كمان ممكن نقول للممرض اللي بيشتغل معنا انه ايش العينة انعملت وايش تساوى، علشان لو حدا ما قدر يسلم اللي بعدنا غير يكون عارف ايش انعمل. تمام، هيك بنكون خلصنا الجزء الاول من المحاضرة. الجزء الثاني رح